هاي المنطقة اللي قدامكم أغرب منطقة بالعراق، لأن كلها انبنت نتيجة هذا الألف دينار بس. وهسه أكيد صار عندكم فضول تعرفون شلون، تعال أشرح لكم شلون. سيوف شاب عراقي يتيم هو اللي قدر يبني هاي المدينة بألف دينار بس. سيوف احكي لنا تجربتك، شلون قدرت تبني هاي المدينة؟ بيت ما يغني عرب، لكن عرب أغنت بيت. ألف على ألف نبني هذا المجمع، تنبني مدن كاملة. لو تكاتفنا كنا وتراحمنا كنا ما راح يبقى عندنا أي فخر. هاي اللي تشوفوهم قدامكم هذني 25 بيت بناهن حتى يسكنون بهن عوائل الايتام والعوائل المتعففه. طبعا المنطقه كلها مجهزه بالكاميرات، وكل المنطقه بها تيوله مال كهرباء واناره، وبنفس الوقت بنالهم بداخل المدينه مسجد. المنطقه كلها مصبوغه بلون واحد تحتوي على رصيف، وبنفس الوقت مبلطه تبليط زين. والحلو هنا كل البيوت مرقمه. سيوف ورا ما كمل بني 25 بيت صار لواهس سوى 100 بيت بغير مكان وبنفس الألف دينار بس. وهسه وصلت للمدينة اللي راح يبني بيها 100 بيت. يعني هسه هاي الألف حيل حيرتني. هسه المكان اللي أنا بيه هم سوت الألف دينار نفسها، بس باع شنو بيه؟ سيوف سوت بالألف. سيوفي هاي مدرسة، إن شاء الله راح تصير هاي المدرسة للطلاب. تعبت، هاي الممرات، هاي القاعات، مفاتيح موجود ما شاء الله. حيل حلو، يعني حتى يسواها للدراسة. نرجع نقفله لينهزمون الطلاب. شنو رأيكم بأسرار وعزيمة سيوفي؟ هاي الألف دينار هيك تسوي؟ هاي مو الألف دينار، هاي إحنا ذات كاتفنا ونجمعنا إيد على إيد كل شيء نقدر نسوي أكبر وأكبر بعد. سيوفي احكي لنا على هاي المدرسة. تكلفة إجمالية لهذه المدرسة هي 160 مليون دينار، 12 قاعة دراسية، إدارتين، 3 غرف معلمين، 4 مجمعات صحية. وبالألف دينار سيوفي سوى مركز صحي، تعال شوفكم إياه. سيوفي هذا ايش قد كلفك؟ هذا مساحة 450 متر، تكلفة إجمالية 70 مليون دينار، بناء طوابوت والسقف صب والأساس صب، شغل درجة أولى. يابا كل ما نقول خلصنا والألف دينار خلاص تطلع لنا سالفة جديدة. روضة لحضانة، روضة. روضة. خلنا نصعد. يلا. هاي باب الروضة. مجهز كل شيء، كهرباء، منبق، بردات. لازم نوفر حياة كريمة للعراقي، راح تكون قاعة مكيفة ومزودة بشاشة بلازما. هاي القاعة الأولى، هاي القاعة الثانية؟ نعم. القاعة الثانية وهاي الإدارة؟ هاي غرفة المعلمات. محضر لكم للمعلمات زولية، بعد شو تريدون؟ هسه سيوفي راح يشوفنا الدار رقم واحد اللي هو نموذج كل هاي البيوت راح تصير مثل هذا الدار. طبعا الدور ال 100 دار كلها راح تصير نفس هذا التصميم. بس شوفوا لنا زاكة. فكر بالوردايات. كلش مفروش مجهز. مفروش. طبعا. والبردة. ومؤثث ومجهز بالأجهزة الكهربائية. هاي صالة، غرفة نوم ثانية ومطبخ. المطبخ راح يقول هيك مجهز. السينك والطباخ والثلاجة بلازمة. البنكات موجودة. صابون خال. على المغسلة فول. زرعايات. تواليت خارجية. حلو عاشت ايدك. بعدين كل هاي البيوت راح تصير نفس هذا النموذج الاول، وان شاء الله نفس المنطقه مال 25 بيت، رصيف هنا وتبليط وكاميرات وتيوله واضاءه واناره وفول. سيوف من بنى المنطقه عاف بيها متنفس للعوائل، وهذا الشيء ضروري، هم افتقدناه بمناطقنا. هاي المساحه الخضراء استغلها بهذا الشكل الحلو، وحط بيها نخل وحط بيها زرع. واكيد سيوفي ما نسى وسوالهم ملعب مال طوبه ياخذ لواعيب 7x7. وسيوفي اكيد ما نسى وحتى مدرجات سوى. شنو هالدلال سيوفي؟ ها وذيك الجهه وذيك الجهه. يستاهلون. صار يمكن 20 سنه ما لعب طوبه. لك عمي فول. يلا تحضر بال 90. اليوم خلصنا جولتنا يم سيوفي، مثال للشاب الناجح اللي عرف يفيد 25 عائلة وحاليا 100 عائلة. فأريدكم كلكم تتركون تعليق دعم معنوي السيوفي حتى يستمر بهاي المبادرات مالته الحلوة. نعم. مشكور سيوفي. قبلها 70 دار متفرقة غير ال 25%. قبلها طلع باني 70 دار غير ال 25%. نعم. 75 دار باني لك قبل. نعم حبيبي. سيوفي.